السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا فيديو جديد اللي هو عبارة عن ميني كيك اللي كيجيو رائعين جدا جدا، كما شفتوا معايا في اللايف ديال الانستغرام كنت شاركته معكم وجاوني ليه اسئله بزاف بزاف بانني واش نحط باش نحطوه في القناه. انا وفيت بالوعد ديالي وحطيته في القناه وان شاء الله يا ربي يعجبكم. ولا بغيتوا تعرفوا الطريقه والمقادير ما عليكم غير تتابعوا الفيديو من الاول الى الاخر وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو بالمقادير. كما كتشوفوا ثلاثة البيضات بدرجة حرارة المطبخ، عندي علبة ديال ياغورت كما كتشوفوا درتو في هذا الإناء، وفي العلبة درت فيها 6 معالق ديال الزيت، 6 معالق ديال السكر، يعني السكر ما غاديش نكثروه حيت الحشوة والكريمة غادي نكون فيهم السكر، من الأفضل ما نكثروش السكر باش يجي المذاق هو هذاك. وعندي تقريبا 13 معلقة من الدقيق، سكر الفانيليا، خميرة من وزن 11 غرام، وبطبيعة الحال قبصة من الملح. ندوزو دابا للطريقة. لأول شيء غادي نبدا بيه غادي ندير 3 البيضات يعني مع السكر، 6 معالق ديال السكر، تقدروا ديروا جوج بيضات كبار، انا هنا عندي البيض حجم صغير داكشي علاش درت 3 البيضات. غادي نزيد عليهم كما قلت لكم 6 معالق من السكر، زائد شويه ديال الملحه يعني قبيصه ديال الملحه. غادي نخلط هاد العناصر مزيان مزيان، البيض والسكر مزيان حتى كيتبدل اللون ديالو كيولي اللون ديالو كريمي، يعني بحال غادي ندير لاجينواز. من بعد غادي نزيد المكونات الاخرى، نخليكم مع تتمه الفيديو. هنا كما كتلاحظوا في هذه المرحله بقى نزيد الزيت شويه بشويه، يعني كنخلي دائما درجه يعني سرعه ديال التراب ديالي مرتفعه، وكنزيد الزيت عفوا كما كتشوفوا يعني خيط غير شويه بشويه حتى كنسالي 6 المعالق ديال الزيت. ومن بعد غادي نقص سرعه ديال التراب وغادي نزيد الياغورت الطبيعي، دائما غادي نخلطهم وصافي. غادي نحيد يعني التراب الكهربائي وغادي نخلط هنا بالتراب اليدوي كما كتشوفوا كي كيكون الخليط ديالنا يعني اللون ديالو تغير. وهنا غادي نزيد الدقيق شويه بشويه. اول شيء غادي ندير سكر الفاني، غادي نزيد عليه سكر الفاني، ولا تقدروا تنسموا باي نسمه بغيتوا، قشور الليمون او الحامض لكم الاختيار. ومن بعد بقى نزيد الدقيق شويه بشويه، كما قلت لكم الدقيق دائما كاين دقيق اللي كيتشرب وكاين دقيق اللي ما كيتشربش. هنا غادي نزيد تقريبا واحد 9 معالق كبار من الدقيق، وغادي نزيد عليهم خميره من وزن 11 غرام، وغادي نخلط هذه المكونات كلها بالتراب اليدوي غير بشويه حتى تنسجم ليا المكونات ديالي. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما زدت الدقيق ديالنا يعني كنزيدو شويه بشويه، تقريبا كما قلت لكم انا خدا لي واحد 9 معالق ديال الدقيق، نتوما يقدر يقبل لكم اكثر ولا اقل. صافي غادي نخلي الخليط ديالي يرتاح في الثلاجه، يعني غادي نخليه حتى نوجد الكريمه ديالي ونوجد الحشوه يعني كطبقه اخيره. مهم نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال الكريمه والطريقه ديال الحشوه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج لجوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسيير، انا استعملت غير لا كريم باتيسيير ديال يعني اللي كيكون بودره، زدت ليه الحليب وصافي خليته فوق العافيه حتى يعني حتى تعقد وصافي خليته برد شويه. من بعد زدت عليه واحد ملعقه كبيره من الفرماج، يعني اي نوع من الجبن عندكم، هنا استعملت الجبن ديال الدهن، تقدروا تستعملوا جبلي، تقدروا تستعملوا لافاش كيري كيري فيلاديفيا، اي نوع من الفرماج يعني ولا الجبن غادي تستعملوه. كنخلطوا بالتراب الكهربائي. هنا كنزيد عليه واحد ملعقه كبيره من الكريمه عفوا من حليب المركز المحلى، داكشي علاش قلت لكم ما درتش ليه السكر للكريم باتيسير باش تجيكم هاد الكيكه يعني السكر ديالها يكون هو هذاك مقاد، يعني ماشي حلوه بزاف وماشي مسوسه. صافي كنخلط بالتراب الكهربائي كما قلت لكم،
حتى كنوصلوا على كنحصلوا على الكريمه اللي بغينا. انا في هذه الاثناء غادي نديرها في الجيب الحلواني. انا غير بالاشاره فقط هذه الكيكه غادي نعتبرها كيكه حصريه في قناتي ولا على قناتي، حيت يعني الفكره جبتها من كيكه من حلا المشاهير اللي كنت درت معكم، ولا حلا الخشخش الا بغيتوا تسميوها. من تما قلت علاش لا ما نديرش بها كيكه، يعني غادي ندير لا كريم باتيسير مع الفرماج وندير المكسرات وندير الكنافه ونشوف اش غادي تعطيني. صراحه عطاتني كيكه رائعه جدا، ولا دي ميني كيك، والصراحه الناس اللي ذاقوها عندي راه عجباتهم بزاف. كنتمنى انهم يشوفوا لا فيديو ويخليوا لي تعليق في اسفل الفيديو. هنا غندوزو للطبقه الثالثه اللي هي هنا عندي الزبيب تقريبا 2 معالق كبار، هنا عندي نواه بيكون كما كيبان لكم، استعملت هذا النوع من الكركاع ولا تستعملوا اي نوع من الكركاع عندكم من المكسرات ولا اللوز. هنا عندي الكنافه اللي خديتها وحمرتها، بزاف كيسولني الكنافه كناخذها هنا من عند الاتراك، يعني محلات تركيا اللي كيبيعوا المواد الغذائيه. تقدروا تاخذوها عند الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات. هنا عندي تفاح قطعته قطع صغيره، عندي الحليب المركز محلى، سكر الفانيلا، وعندي اللوز ايفيلي، عندي هنا قطع ديال الزبده غير ملعقه كبيره يعني ديال الزبده قطعتها طريفات صغار، وملعقه كبيره من الكريمه السائله ولا الحليب ولا تقدروا تستغنوا عليها. اول شيء كناخذ التفاح كنزيد عليه الكنافه كنزيد عليه اللوز ايفيلي كنزيد عليه داك نوات بيكون لا الكركاع نتوما الا عندكم، ولا اللوز ولا اي حاجه عندكم ولا اي نوع من المكسرات كما قلت. كنزيد سكر الفانيلا كنزيد عليهم القشده السائله، وهنا غادي نخلط الكل بالحليب المركز المحلى تقريبا 1 معالق كبار من الحليب المركز المحلى. الزبده غنخليها حتى الاخر يعني تنخلط هاد المكونات مزيان، وعاد غنزيد عليهم طريفات ديال الزبده. كنتمنى انني يعني شرحت لكم مزيان هاد يعني هاد الطريقه ديال هاد الحلوى ولا هاد الكيك، وراه الفيديو ما شاء الله راني حاولت انني يعني نطرق فيه يعني نعطيه لكم بلي ديتاي. صافي كنخلط كما قلت لكم. هنا زدت قطع ديال الزبده، الزبده الضو ديالها هنا فاش كتذوب كتعسل لنا التفاح وتعسل دوك الفواكه الجافه كلها، وكيعطينا واحد الطبقه مقرمشه. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما ساليت التخلاط ديال هاد يعني خلطت هاد المكونات كلها، غادي ندوزو دابا نعمرو لي مول ديالنا ولا لي القوالب ديالنا. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه ولا الخليط في الثلاجه كتشوفوا القوام ديالو كي كيكون. هنا غادي نعمر القوالب ديالي، يعني غندير تقريبا واحد المعلقه كبيره من يعني من الخليط. صافي وغادي ندير عليهم طبقه ديال الكريمه اللي درت في الجيب الحلواني، ومن بعد غادي نزيد عليهم الطبقه المقرمشه. نخليكم مع تتمه الفيديو وفرجه ممتعه. وبالنسبه للفران يعني انا الكيك ديالنا ولا الميني كيك ديالي غنديرهم في الفران اللي كيكون بارد، يعني كنديرهم في الفران عاد كنشعل الفران من الاسفل كنشعلو على درجه 155 حتى 160 درجه، كنخليه حتى كيطيب من التحت وكيتنفخ عاد كنشعل الفوق باش يكمل التحمار ديالو. صافي وكنخرجو. غادي نخليكم مع تتمه الفيديو باش تشوفوا الكيك ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران.
كما كتشوفوا هاكو كيكون الكيك ديالنا ولا الميني كيك ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران، كيجيو رائعين، كيجيو محمرين ومقرمشين. صراحه الطبقه المقرمشه كتكون لذيذه بزاف، واحد الرائحه يا سلام، يعني جميع المكونات كيعطوا واحد الريحه اش نقول لكم زوينه بزاف بزاف. هنا غادي نزينهم شويه ديال الكراميل، يعني كراميل بيغ سالي، يعني زدت لها شويه ديال الملحه، كتجي رائعه، يعني حتى هي صوبته في الدار. ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه باذن الله في شي فيديو ان شاء الله باذن الله. صافي انا ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، وكنتمنى يا ربي انكم تجربوا هاد الوصفه هذه، لانني متاكده ان غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. وشكرا بزاف لكم، شكرا على الكلام الطيب، شكرا على كل من دخل القناه ديالي ودعمني وقال لي كلمه طيبه، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف وبارك الله فيكم. وما تنسوناش من صالح دعواتكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله. بارطاجوا الفيديو مع احبابكم واصحابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.